يعني أنا منفصل عن زوجتي، صارت أمور صارت مشاكل. فعلى العموم مو ما أريد أطول عليك بالحديث، فأنا صار 9 سنين ما شايف جهالي، فأريد من خلال قناتكم الكريمة أن توصل لي هذا السلام، وأي واحد يشوفهم ويعرف أنا أبوهم بالمنطقة أمانة الله عليه أن يحافظ عليهم مثل ما يحافظ على نفسه. أكثر من هذا ما عندي، وممنون من عندكم ومن الشرقية ومن كل طيب موجود على